وللحديث أكثر عن التعذيب الشديد الذي تعرض له الشاب حسن محمد أسود ينضم إلينا من كركوك محمد أسود والد الشاب الذي تم تعذيبه داخل السجن. أهلا بك معنا سيد أبو حسن. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله سيد أبو حسن. بداية، يعني أفضى التعذيب كما شاهدنا التعذيب الشديد لابنك إلى قطع أصابع يديه وضرر كبير وبالغ في مناطق أخرى من جسده. بداية، هل أطلعتنا كيف جرت عملية الاعتقال وإلى يعني إلى أين جرى سوق ابنك وكم لبث في مركز الشرطة؟ شكرا. معي استاذ؟ اسمعك جيدا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الفضائية. تأخذوه في شهر السادس من هذا العام عام 21 من الحي الصناعي، وهو يشتغل حارس بشركة أهلية يعني بالحي الصناعي يسمونها شركة النخيل. اعتقلوه استخبارات الشرطة الاتحادية وقالوا إلى مكان مقرهم اللي هو صف الفرقة الخامسة، وبديت راجعتهم كثير ما يخلوني أشوفه. رحت للقاضي، قدموا الطلب أكثر من مرة وما خلوني أشوفه. بعدين ورا شهر تقريبا شهر ونص شفته بالمحكمة والتقيت ورحت على القاضي قلت له خلاني أشوفه هيك خمس دقائق. قلت له ابني ايش عنده؟ قال ابنك ما عنده شيء ان شاء الله، شغله ما بيها شيء. قال قلت له محامي؟ قال لا تقبل محامي ما يحتاج. ف نعم، طلب مني صحة صدور مال الاعتقال، وهو سابقا صحة صدور من ناحية الرياض من المحكمة، وطلب مني شهود اثنين، وجبت له صحة الصدور وجبت له شهود اثنين، وقال الله كريم وانتظرنا شوف القاضي ايش يسوي لنا بالقرار، يعني انتظرنا قرار من عنده شوف شو يقول لنا، يريد كتاب اخر او افراج، يعني ما عرفنا شنو. نعم، ولكن نعم. عمليه الاعتقال تمت بناء على ماذا سيد ابو حسن؟ عمليه الاعتقال تمت، يقولوا لهم اربع ارهاب، هو ما عنده كل شيء، هو هذا اعتقال كله اربع ارهاب، ما في غير الاربع ارهاب. فراح يتم القاضي، قدم الطلب اخر، قلت له قال اروح عليهم على مواجهه، ما يقبلون يخلون المواجهه، يطردونا من الباب، رجعوا ماكو مواجهه. رحت قعدت بالبيت بعد ما اعرف شو اسوي. ورا 20 يوم تقريبا اكثر راحوا ولد من عندنا من القريه، عندهم مريض من مستشفى ازادي، ووجدوا ابني حسن انه حاله سيئه، وقالوا ايدينه ملفوفه ويعني معنوياته النوبه منتهيه. قالوا صاير نور يعني ما ينعرف. فرحت للمستشفى، لقيتهم طالعين من المستشفى على الوحده مالتهم. رحت للقاضي الساعه 12، قدمت طلب، قال لي تعال باكر. رحت ثاني يوم قدمت له طلب اخر، قال لي ابنك مر من صار شويه هيك صاير من التعذيب ما شد دم شويه، مروا الصابع قاصين من عنده بالمستشفى تجميل. عندما ذهبت الى المستشفى ولقيته مو مثل ما يقول القاضي، يقول اليسرى انقطع الاصابع مكتورات كلهم ما ضالات، واليمنى مقطوع اصبع وباقيات غريك الاصابع الباقيات وهم شغلات يعني هم شغله منتهيه. طيب السيد ابو حسن، عند يعني مطالبتك القاضي باجراء تحقيق بهذه العمليه، عمليه التعذيب لحسن دون وجود اي دليل ضده، ماذا كان رد القاضي ايضا؟ القاضي انا قلت له وما راض يعلمني هو انه هو مثلا بالمستشفى الا شايفين هذول الجماعه من ما رحت عليهم انه بحاله سيئه، لا اكل الا شيء القليل، غبلان تعبان، قال لك بدنا نشتري له اكل ونشله شويه شويه، يعني امه شويه صارت فيه يعني. بعدين جاني مقدم خليل اللي هو الامر مالهم، يعني على المستشفى وقال لي يا ابا هذا هي صار هذا قدر رب العالمين. قلت له هذا مو قدر رب العالمين، هذا انتم عملتوا بهذا العمل، انتم من اخذتوا ما بكل شيء. نمنا يمه بالمستشفى، يعني نروح نجي بالنهار بامر القاضي، بالنهار يمه بالليل ننسحب، وهو ما يقدر، لا يقدر ياكل لا يقدر يشرب، لا يعني حالته تعبانه نوبه جدا. حاولتم التواصل سيد ابو حسن مع وزاره الداخليه بهذا الخصوص؟
احنا ناشدنا كل القنوات على وزارة الداخلية، يعني نريد ناشدنا رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة وناشدنا وناشدنا وزير الداخلية ايضا واحمد برخيف اللي هو مسؤول عليهم، ناشدناهم كلهم وناشدنا بالقنوات عن هذا. وهسه انا ما بيخلونا انا وامه نروح عليه على المستشفى، ما يقبلون. نعم. من بسينا الخبر ما عاد يقبلون انه احنا بالمستشفى، وهسه هو ترى حالته سيئه وحمل احملهم المسؤوليه مالته. طيب سيد ابو حسن، يعني لم يصدر تعليق من وزاره الداخليه حتى الان على هذه الحادثه، رغم الإدانات الحقوقية والضجة حقيقة الذي أثيرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أيضا، ما هو تفسيرك سيد أبو حسن لغياب أي تعليق من قبل وزارة الداخلية والحكومة؟ والله والله أنا أشدهم لازم يسووا لها حل. يعني مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة لازم يسوي لها حل، يعني حل سريع وتحقيق سريع، وخلوا يعني شنو ناشدون القرى شهود الشرطة، إذا هو عنده شيء حتى إذا هو عنده شيء ما يصير يقصون إذينه بهذا الجريمة البشعة اللي بشعة ما صايرة بالتاريخ. نعم، إذن والد الشاب الذي تم تعذيبه داخل السجن السيد محمد أسود، كنت ضيفا عبر الهاتف من كركوك، شكرا جزيلا لك.